إبراهيم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في محراب التشكيل. البرنامج يحل اليوم ضيفا على الفنان التشكيلي سي محمد أمين بن يوسف بمحرابه التشكيلي هنا بمدينة سلا. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. نعم، نحن في محراب التشكيل، برنامج محراب التشكيل، من السعادة أننا نكون ضيوفا عندكم، ونتمنى أن هذا البرنامج يكون مفيد والمتلقي يأخذ منه مجموعة ديال الأشياء اللي مهمة. تواجدوا بمحراب التشكيلي هنا بمدينة سلا، هذا الفضاء الجميل والرائع اللي تتقضي فيه العديد من الأوقات ديالك، سواء على مستوى البحث، على مستوى القراءة، على مستوى التهيئ ديال اللوحات، هي اللون إلى غير ذلك. بغينا سي محمد نعرفوا غير العلاقة اللي تتربطك بهذا الفضاء اللي هو محراب التشكيلي. المحراب التشكيلي ديالي أنا بالنسبة لي بحال واحد العالم صغير اللي تنطل منه من خلاله على العالم الكبير، يعني ما يحدث خارجه. فانا يعني ملي تنكون في الشارع او يعني في الحياه اليوميه تنتلقى صور، تنتلقى يعني مساحه الانسان ترتاح فيها نفسيا، انت الحقيقه يعني ماشي بعيده على هو تداوي نفسي اكثر منه. نعم تماما. سي محمد، رجع معك المسار ديالك الابداعي والصباغي، انت خرج ديال لبوزار المدرسه العليا للفنون الجميله بمدينه الدار البيضاء فوج 1991. تكونتي خديتي مجموعه نتاع الاشياء المهمه في التكوين النظري وفي التكوين التطبيقي الى غير ذلك. انا ما بغيتش نسولك على السنوات نتاع التكوين في لبوزار، ولكن ما تبقى من هاد السنوات ديال التكوين في مخيلتك، في ذاكرتك، واللي تتوظفها في الاعمال ديالك الصباغيه؟ يعني طبيعه الحال استفدنا كثير من المدرسه العليا للفنون الجميله. تنعرفوا على ان في هذيك الوقيته ما كانت شي حاجه سميتها الشبكه العنكبوتيه، يعني كانت الدراسه ديالنا في يعني كانت هناك إطلالة على تاريخ الفن، على تجارب رواد تشكيليين ورواد عالميين ومغاربة، يعني من خلالهم الفنان تيدير البحث ديالو هو، يعني تيستخلص الطريق اللي غادي يمشي عليه في يعني في لو ستيل، في المسار ديالو، في لو ستيل. نعم. دونك سي محمد، من بعد التخرج ديالك في 1991 اشتغلتي في الاذاعه والتلفزه المغربيه، وكانت واحد ماشي قطيعه ايبيستيمولوجيه، ولكن كانت قطيعه سنوات عاد رجعتي للفن التشكيلي، ولكن في لا فونكسيون ديالك في التلفزه عندها ارتباط ما هو جمالي، ما هو مونتاج الى غير ذلك. تكلمنا على هذه المرحله من بين التخرج في 1991 حتى اليوم. ملي تخرجنا في 1991، يعني لقيت داك الساعه دخلت ما كانوا يسمى في داك الساعه بالتلفزه المغربيه. نعم. الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه. داك الوقيته دخلنا عليه الا بغينا نقولوا بيدينا خاويه، يعني عندنا جوست الممارسه الفنيه ديالنا. لا تكنولوجي داك الساعه باقي ما كانتش تكنولوجيا ديال لي زار غرافيك، يعني كانوا التلفازات في المغرب كانوا هما اللي سباقين الميدان، لافيديوغرافي لانفوغرافي اي لافيديوغرافي. داك الوقيته كي قلت لك دخلنا بالابداع ديالنا، بلا كرياتيفيتي ديالنا، ما كانش هناك يعني معاهد للتكوين على الحاسوب ولا شي حاجه داك يعني. ولكن ملي دخلنا لقينا نفسنا يعني في دغيا انسجمنا بطبيعه الحال، يعني بطبيعه الحال يعني كان داك الساعه الحاسوب كان غير انوتي، يعني بحال اللي تخدم حنا داك الساعه في لي بوزار مول في
تخدم بالرولو، تخدم بالرولو، تخدم لي زافيش كبيرين، تخدم ملي تدخل تما تلقى خدام في اورديناتور صغير ام تي تاسباس، يعني تلقى نفسك يعني بالعكس تجيك اسهل. المهني كانت يعني كنت الا بغينا نقولوا اعطيت وقت اكثر للعمل ديالي، كنت مارس صباغه، كنت مارس صباغه، ولكن ماشي بالطريقه يعني ديال بحال دابا، يعني بحال حاليا يعني راه تشتغل باش توجد معرض او لا باش تخرج في اون اكزيبيسيون بعمل جديد أو لا، يعني تشتغل مره مره بور لو بليزير، يعني ما كان شي حاجه يعني اللي تخدم لواحد البروغرام او لا. من بعد البدايات ديالك، الا بغينا نسميوها بالبدايات ديالك الحقيقيه ديال الفن التشكيلي، اشتغلتي على الورود والازهار، اشتغلتي على استتقاء التوريد والتزهير دون الوقوع في تزيين ذاك الفجه الى غير ذلك. تكلمنا على هذه المرحله، البدايات ديالك وكيفاش تمشيتي لهذه المرحله هذه بهذه الخصوصيات الفنيه ديالها. هي الوقيته باش اختاريت لا بينتور فلورال كم تيماتيك، يعني خديتها صباغة الورود كتيما، كان الاشتغال ديالي فيها على اساس باش غادي نلامس كل تيارات تشكيلية، يعني بلا ما يكون عندي يعني داليميت، فانا ما يكونش حدود، فانا يعني بطبيعه الحال فانا يعني ملي كنت نشتغل في لا بانتو فلوغار كنت ولو انها كانت اكثريا انطباعيه، ولكن كنت لامس الانطباعيه، كنت لامس التكعيبيه، كنت لامس التجريديه، بطبيعه الحال، يعني وكانت كل مره تكون اون باليت دو كولور، يعني ما كانش عندي دي ليميت، يعني كان هذا كان بحال بغينا نقولوا تمرين، باش من بعد غادي نخرج بالعمل ديالي اللي هو هذا اللي الان تنشتغل عليه. بالنسبه للورود والازهار دائما ماشي اللي جميل هو ان تنوظفهم في مجالات مختلفه ومتناقضه، مثلا يعني الزياره ديال فرح تنقدموا الورود في قرح، كذلك في قرح عياده مريض مثلا في الكنائس غير ذلك، هذا هو الجميل فيه. استمريتي في هذه المرحله هذه سنوات، من بعد انتقلتي الى التكعيبيه، هذا الانتقال، هذا لو بون هذا كان بشكل سلس، وبقات الورود والازهار جاب بوحدهم. تكلمنا على هذا لو بون، هذا الانتقال من هذه المرحله بخصوصيتها الى هذه المرحله اللي فيها انت اليوم اللي هي التكعيبيه. هنا غادي يجرني السؤال باش غادي نتحدث على واحد اللوحه اللي هي اللي كانت الا بغينا نقولوا لو فيل كوندكتور او الخيط الرابط ما بين العمل الاول ديالي والعمل الحالي ديالي، اللي سميتها بوغ ان بو دو بونور. هذيك بوغ ان بو دو بونور فيها تساؤلات كثيره، فيها يعني فيها تساؤلات مقلقه، تساؤلات فيها قلق، فيها يعني لدرجة وصلت تساؤلات يعني السؤال ديال يعني الحياة وما بعد الحياة، يعني فيها تساؤلات، كانت انتظارات، كانت وكان كنت مريت بواحد الوعكة صحية يعني كبيرة اللي كانت طغات على حياتي في هذيك الوقيتة، واللي يعني من خلالها كنت في الوقت باش كنت نشتغل على هذيك اللوحة، كما قلت يعني كانت تساؤلات، كانت عطاتنا هذاك النتاج هي اللوحة، يعني اللوحة. كانت واحد الشحنة اللي خرجت كان فيها المرحلة الأولى وفيها المرحلة الثانية. اللي جميل فيها وحنا انا قبل ما نسجلوا الحلقة انا وياك السي محمد، كانت جاتك الابداع انك تبدع واحد النص شعري باللغه الفرنسيه عنده علاقه بهذه اللوحه، اول واخر، اول ما غنقولش اخر، ولكن هذا كان جابو حدو. يعني اون باراليل مع اللوحه، يعني تنشتغل عليها،
فين ما تنشغل على شي بارتي يعني اوتوماتيكمون تدوز لي تناخذ تنكتب عليها بيت شعري يعني. وانا في صياغه انجاز اللوحه اومين طو انا تنشتغل عليها و يعني وكانت الكتابه ديالها هي تعبير على حاله نفسيه نتمنوا ان في هذا اللقاء هذا نسمعوا هذا النص الشعري اللي عنده ارتباط بهذا اللوحه اللي هي لو بون وانتقال سلس بين استيتيقيه الزهور توريد والتزهير والتكعيبيه. يا سميتها بور ان بو دو بونور. Pour un peu de bonheur, je vide mon vase, j'avale mes phrases. Pour un peu de bonheur, je fais tomber mes fleurs. Pour une bouteille à moitié remplie, pour un verre dans lequel surgit le reflet d'une lueur d'image, ne reflétant pas mon visage, ni celui de mon entourage. C'est plutôt un mirage, reflétant une vie et ses rouages. Pour un peu plus de bonheur, je plie mon journal d'hier et tout un passé avec. Pour un peu plus de bonheur, je plie mon journal d'hier et tout un passé avec. Je chanterai demain un nouveau refrain. Est-ce le début d'un destin ou une approche vers la fin? Ma main tremble, ma cigarette s'éteint. شكرا جميل هذا النص الشعري اسمه محمد. نتمنوا انه يبقى في الماضي والمستقبل يكون احسن بكثير ومزيد من النجاحات. وغادي المرحله اليوم سي محمد اللي معروف عليه وانك تشتغل على التكعيبيه التحليليه والتكعيبيه التركيبيه، ولكن بقى المرحله القبل بقات راسخه كاينه، غير هي ما طغياش بشكل كبير، ولكن كاينه التكعيبيه اون دومينونس ديال التكعيبيه على المرحله الاولى. هي في اللوحات الاولى من بعد صباغه الورود يعني كانت الورده تتبقى حاضره في اللوحه، ولكن يعني ماشي بهذاك الشكل، هذيك لا بريزونس ما وخداش هذيك حصه الاسد اللي كانت تاخذها داخل اللوحه، ولات ان اليمون باغمي دوتر في اللوحه. يعني تتلقى مثلا كتاب، تتلقى كمان، تتلقى مثلا بيان، تتلقى والورده مجسده حدا، ولكن بعد اندثرت تلقائيا اندثرت. إلى رجعنا سي محمد اللوحات ديالك سي باغية، لوحات جميلة جدا، ونوقفوا عند اللون. الملاحظ هو أنك تشتغل على لون التراب، لون البدايات ولون النهايات، كذلك عندك الكولاج بشكل راقي وبشكل جميل وبشكل اللي فيه الإبداع. تكلمنا على علاقة سي محمد باللون وبالكولاج. اللون يعني أنا كي قلتي يعني اللون الترابي يعني طاغي بواحد بواحد الشكل كبير على اللوحات ديالي. انا ذاك اللون يعني ترتاح فيه، تتلقى بعض المرات يعني تدخل معاه دوطر كولور، ولكن تيبقى دائما تيكون حتى لا كولور اللي تدخل معاه تيكون ان ديغيفي ديال هذاك لو مارون. مثلا الا غادي ندخل الاحمر مثلا، راه تميلونجي معاه ان بو ديال المارون، ان بو ان نوكر ولا شي حاجه يعني باش يكون داخل معاه. يعني غندخل الزرق تو يعني تيكون ديما واحد التناغم بيناتهم، ولي طون دو غري لي طون دو غري تاهما يعني تيكونوا طاغيين بزاف في اللوحه. نوقف معك على واحد ديالك شفتهم وزرتك في لاتولي ديالك اللي محراب ديالك التشكيلي عده مرات، وثرت انتباه ديالي لواحد اللوحه اللي سميتها لو شون دو بلي. لو شون دو بلي فيها الكولاج بواحد الشكل رائع، وفيها عمل، فيها لا ماتيير، فيها الماده موجوده بشكل كبير، وتتوظفها بواحد الشكل فيه الابداع، فيه الجمال، فيه الرقي. تكلمنا على هذه اللوحه اللي سميتها لو شون دو بلي. لو شون دو بلي، لو شون دو بلي يعني هي مبنيه اساسا على ان كولاج اللي واجه في لو سونتر. لو كولاج اصلا يعني خدمته بالخيش، اللي الخيش معروف على انه هو الساك اللي تنديروا فيه القمح.
حتى لا كولور ديالها كاين ان دوغي اللي حنا تنعرفوا ديما على ان حبه الزرع تنقولوا ذهبيه ولو انها يعني في الحقيقه ماشي ذهبيه. يعني كاين هذاك لو دوغي وهي هذه اللوحه يعني parmi d'autres يعني منها من واحد اخرين جامعه تعبيريه تحليليه والتعبيريه التعبيريه التكعيبيه التحليليه والتكعيبيه التركيبيه. نعم وهي واضحه في اللوحه وحتى الاشتغال ديالها والتوظيف ديالها كان بشكل ذكي بشكل ذكي وعطات واحد الروعه للوحه. سي محمد الا رجعت معك لمسارك الغني والمتعدد الى غير ذلك، ولكن على مستوى المعارض التشكيليه هناك معارض محسوبه على رؤوس الاصابع وهذا يحسب لك حتى لا ما تبغيش انت تكرر نفسك، ومن انت دير معرض تديرو كما تنقولوا بقواعده بثقافته بفنه بجماله الى غير ذلك. نمشي معك المعارض رواق، قبل في 2012 كان عندك معرض فردي في مصر محمد الخامس 2012 اختاريت له كتيمة كعنوان حدائق الأمل، من بعد جاء صدى الورود اللي كان في نادرة في رواق النادرة مدينة الرباط صدى الورود، ومعرض آخر بلا فونداسيون محمد السيس بمدينة الرباط 2019 عالمون في مرايا متشدية. تكلمنا على هذه المعارض هذو وشنو هي الدلالات ديالهم بالنسبة لك أنت كفنان تشكيلي وكفنان تشكيلي باحث. بالنسبه لحدائق الامل يعني كانت ما نقولوش الخطوه الاولى ولكن كانت يعني معرض فردي في مصر محمد الخامس نعم يعني كانت الى بغينا نقولوا لقاء كبير مع جمهور مع متلقي بلوتو اللي كاين فيهم بزاف الناس اللي عاد شافوا اول مره لواحد ديال امين بن يوسف. ولو ان يعني كنت نشتغل قبل واخا كي سبق اللي قلت لك، فانا يعني واخا يعني كنت ازاول مره ماشي ديما، كانت الخارجات عندي يعني الى بغينا نقولوا محتشمه، ولكن كنت ازاول يعني في بيتي ذاك الساعه ما كنتش داير اتولي، يعني كنت ازاول في بيتي وصافي يعني بوغ لو بليزيغ الا بغينا نقول يعني لراحه نفسي يعني خرجت المتلقي اول خروج ديالي المتلقي في خروج فردي هو 2012 هادو من بعد في 2019 كان عندك اول معرض ديال التكعيبيه اللي كان في لا فونداسيون محمد سيس اول معرض فردي ديال التكعيبيه، ولكن سبقوا قبل منه معارض جماعيه ديال في التكعيبيه اللي يمكن لي نذكر بيناتهم لي مان لوميير ايادي النور اللي كندير جوله في عده مدن مغربيه نعم عده مدن مغربيه يعني كنلقى واحد الصدى طيب. يمكن لي نذكر معرض اخر نسيت على الاسم ديالو ما جانيش الان الذاكره، ولكن اللي كان في باب الرواح كان ما بين مغاربه وبولونيين بولنديين، يعني هادو كانوا الخرجات اللي كنت خرجت بهم بلواحات تكعيبيه ديالي قبل المعرض الفردي ديالي. نعم. سؤال اخر سي محمد، اللوحات ديالك والاشتغال ديالك العمل ديالك الصباغي واش خدا حقه من النقد الجمالي؟ سؤال وجيه. يعني كان هناك باحثين جماليين يعني غنذكر منهم غنسميه يعني كان الاستاذ محمد شيقر، يعني كان دار لي واحد النص جميل جدا في العمل ديالي الحالي في الكتالوج ديال لافونداسيون محمد سيس الكتالوج ديال اييه كان زي عز الدين الهاشمي ادريسي تا هو كان دار ان تكست بالفرنسيه اها عندي دي تكست اخرين اللي يعني حتى
النقاد حتى شافوا العمل ديالي في لا فونداسيون عاد كتبوه. عندي ما بيناتهم عزام الذكور الاستاذ عزام الذكور، ولكن باقي ما خرجش للوجود. يعني في انتظار المعرض المقبل ان شاء الله غادي نخرج لو تيكست ديالو. بالنسبه لصباغه الورود يعني كان عندي واحد العمل، واحد الكتابه جميله تاهي، يعني واحد الكتابه عميقه ديال أستاذ زهير زغيري، يعني اللي هو اصلا يعني ماشي ناقد تشكيلي، ولكن اعجب بالاعمال ديالي والقراءه اللي دار. يعني بزاف ديال النقاد يعني اللي شافوها يعني قالوا على انه يعني كتابه رائعه. سي محمد، اللقاء معك جميل جدا ومفيد وذو شجون كما تنقولوا. شكرا، تنتمنى لك جميع النجاحات في مسارك المهني ومسارك ديال الفن التشكيلي. انت خريج ديال لي بوزار والمستقبل مفتوح في افق او ارحب باش تكون عندك نجاحات كثيره غير ذلك. نتمنى لك التوفيق مره اخرى، وشكرا على هذه الاستضافه الجميله. ونخلي لك كلمه اخيره سي محمد امين بن يوسف باش تختم هذه الحلقه من برنامج في محرابي التشكيل. تنشكركم على هذه الالتفاته وعلى حضوركم هنا في العالم الصغير ديالي وعلى هذه الجلسه الجميله. شكرا لك سي محمد، شكرا لك.